أهلا بكم من جديد يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاحل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته الكريمة يوم غد الثامن من شهر أكتوبر 2017 افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب وسيوجه جلالة الملك المفدى أيده الله كلمة سامية بهذه المناسبة.